نشرة الأخبار من النبا والبداية بالعناوين. رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ الروسي ينفي تخطيط بلاده لإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا. المفوضية العليا للانتخابات تؤكد أن مؤشر تسجيل الناخبين حقق رقما قياسيا بارتفاعه لأكثر من 2 مليون ناخب. الإعلان عن إنشاء غرفة عمليات إيطالية ليبية جديدة لمكافحة تهريب البشر وما يوصف بالإرهاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة النبأ. نفى رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ الروسي فيكتور بوندريف تخطيط بلاده لإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا. واستدرك بوندريف في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم أن موسكو ستعزز وجودها العسكري في البحر المتوسط. وأضاف المسؤول الروسي أن بلاده ستضع خططها في منطقة حوض المتوسط انطلاقا مما أسماه بمصالحها الوطنية، وستعزز وجودها في المنطقة التي لم تكن موجودة فيها منذ زمن على حد تعبيره. أكد المجلس الرئاسي المقترح فتح الأجهزة الأمنية تحقيقا في حادثة الاعتداء على منزل وزير الدفاع المفوض المهدي البرخفي في منطقة جنزور. الرئاسي وفي بيان له دان حادثة الاعتداء على منزل الوزير مؤكدا أن هذا العمل يعد تصعيدا خطيرا لأعمال العنف ويستهدف أمن البلاد واستقرارها. هذا ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة محمد الغسرية أن تكون حادثة تعرض منزل وزير الدفاع بالحكومة المقترحة للرماية عملية جنائية أو أن لها أي أبعاد سياسية أخرى. كما صرحنا في السابق الأمور اتخذت منحى آخر. أعتقد أن بصمات جماعة داعش لديهم يد في هذه العملية من خلال الأسلحة التي تركوها باستخدامهم للرشاشات البيكاتي، وكذلك استخدامهم لبعض أنواع الأسلحة التي عثر على قذائفها موجودة في منزل السيد الوزير. وأضاف الغسري في اتصال مع النبأ أن الحادثة جاءت بتزامن مع رسالة رئيس المجلس فايز السراج التي أكد فيها سريان قرار إيقاف البرخفي عن العمل. ليس لها علاقة، احتمال أنها كانت ناس تصطاد في الماء العكر، اختارت هذا التوقيت حتى تدخل أو تخلط الأمور كثيرة في بعض. بدوره استنكر وزير الدفاع المفوض بالحكومة المقترحة المهدي البرغفي ما سماه الاعتداء الجبان الذي تعرض له منزله بمنطقة جنزور في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة. وقال البرغفي في بيان له إن الاعتداء نتج عنه بعض الأضرار المادية بالمنزل، وأن هذه الهجمات التي قامت بها جماعات خارجة عن القانون تأتي من أجل ترهيبه وتخويفها. وأكد البرغفي تمسكه بمواصلة ما سماها الجهود للمحافظة على وحدة البلاد ووحدة المؤسسة العسكرية من الانقسام الذي بات شبحه يهدد الدولة وجميع مؤسساتها بحسب نص البيان. هذا وأفاد مصدر من مكتب وزير الدفاع المفوض المهدي البرخفي للنبأ بتعرض منزل البرخفي بمنطقة جنزور إلى عملية رماية بسلاح الرشاش إضافة إلى إطلاق قذائف الأر بي جي. وأضاف المصدر ذاته أن الهجوم قامت به مجموعة مسلحة كانت على متن 3 سيارات قبل أن تلوذ بالفرار دون تسجيل أضرار بشرية. هذا وأكد مدير مكتب الإعلام بمكتب البرخفي فتح الفيتورية في تصريح لوكالة الأناضول أن جهاز المباحث
كلف بالتحقيق في الحادثة. قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن مؤشر التسجيل بمنظومة تسجيل الناخبين حقق رقما قياسيا بارتفاع عدد المسجلين إلى أكثر من 2 مليون ناخب. وذكرت المفوضية على صفحتها الرسمية بفيسبوك أن عدد المسجلين بسجل الانتخابات حتى مساء الجمعة بلغ 2,005,814 ناخبا. وأشارت إلى أن معدل تسجيل النساء لا يزال يتحرك بنفس وتيرته، حيث وصلت مشاركتهن إلى 41% من العدد الكلي للمسجلين. دعا السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميلت الليبيين إلى ضرورة التنازل لبعضهم من أجل بناء مؤسسات متطورة للدولة وضمان سيادة وأمن واستقرار البلاد. ميلت وفي آخر تصريح له قبيل مغادرة ليبيا انتقد ما وصفه بالطموحات الشخصية لبعض الأفراد دون أن يحددهم، والتي أكد بأنها عرقلت توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية. ولفت إلى أن اتفاق سخيرات لم يطبق وفق مواده ولم يتم الالتزام بها، مضيفا أن الانتخابات القادمة قد لا تحل الأزمة سريعا إلا بوضع الترتيبات الأمنية وإصدار قانون للانتخابات. في شأن منفصل، أعلن وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيالة تخلص ليبيا من آخر مخزون للأسلحة الكيميائية. وأضاف سيالة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الليبية أن المجتمع الدولي تعهد بمساعدة ليبيا فنيا ولوجستيا لتطهير موقع تخزين الأسلحة الكيميائية حتى لا تضر بالبيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت تتويجا للجهود الدولية الداعمة لليبيا. هذا وأشادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بانتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لها من هذه الأسلحة، واعتبرت هذه الخطوة فرصة تاريخية من أجل عالم أكثر أمنا. وقالت المنظمة في بيان لها أن تدمير النهائي لنحو 500 طن متري من المنتجات الكيميائية الليبية فرصة تاريخية للأمن ونزع السلاح. من جهتها هنأت الولايات المتحدة ليبيا على تدميرها ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيميائية ووفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها عن امتنانها للمساهمات الرئيسية التي قدمتها العديد من الدول ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان التدمير السليم لهذه المواد الكيميائية الخطيرة. بدوره هنأ وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط ألستير بيرت ليبيا لاستكمالها إزالة 500 طن من المواد الكيميائية بشكل آمن. وأكد بيرت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعم بلاده للجهود الدولية التي ساهمت في نقل وإزالة المواد الكيميائية من ليبيا. هذا وتعد ليبيا من أوائل الدول التي قررت التخلص من جميع مكونات ترسانتها الكيميائية المقدرة ب 24,000 طن من غاز الخردل ومئات الأطنان من السلائف الكيميائية، قرار تلا انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2004. خطوة ليبية واثقة بحثت التخلص من جميع مكونات الأسلحة الكيميائية طبقا لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة. الاتفاقية التي انضمت إليها ليبيا عام 2004 كشفت عن مخزون ليبي يقدر ب 24 طنا من غاز الخردل ومئات الأطنان من السلائف الكيميائية. الانطلاقة كانت في أكتوبر 2010 في محاولة للتخلص من غاز الخردل الكبريتي، لكن العملية توقفت إثر اندلاع الثورة في 17 فبراير. استؤنف التعاطي مع الملف بحلول عام 2012
تزامنا مع اكتشاف ذخائر كيميائية جديدة مليئة بغاز الخردل لم يعلن عنها من قبل. 2013 شهد تدمير مخزون الخردل الكبريتي السائب المعبأ في صهاريج منقولة باستخدام نظرية التحلل المائي مستفيدة من الدعم اللوجستي والمساندة الفنية المقدمة من أطراف فاعلين في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. مع بداية عام 2014 جرى تدمير الذخائر والقنابل الكيميائية باستخدام تكنولوجيا التفجير الحراري. بيان الوفد الليبي أمام الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي نقل تخوف المسؤولين من إمكانية وقوع هذه المواد بأيد خارجة عن القانون، الأمر الذي دفع للتسريع في نقل سلائف كيميائية في يوليو 2016 من المنطقة الوسطى إلى شمال البلاد بالتعاون مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية. في 27 أغسطس 2016 حملت سلائف كيميائية تقدر ب 500 طن نحو ميناء بريمين بألمانيا على متن باخرة دنماركية. وبحلول 22 نوفمبر 2017 تخلصت ليبيا مما تبقى من أسلحة كيميائية والمقدرة بنحو 500 طن في مدينة مونستر غرب ألمانيا في خطوة وصفتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالفرصة التاريخية للمضي نحو عام آمن. أكد مصدر أمني بسبها اختطاف موظفين وسائقا من منظمة الهجرة الدولية بمنطقة زلاف بين سبها وشاطئ اليوم. وقال المصدر في اتصال مع قناة النبأ إن موظفي المنظمة اختطفهم مسلحون مجهولون أثناء توجههم من منطقة الشاطئ إلى سبها، مبينا أن آخر اتصال بهم كان قرب بوابة جويرة المال بالشاطئ. وأوضح المصدر أن المختطفين هم الإدارية بالمنظمة رانيا خرما وهي إسبانية الجنسية ومن أصل فلسطينية، وموظف ليبي الجنسية يدعى فايز خير الله، إضافة إلى سائق من مدينة سبها. في آخر تطورات ملف الهجرة، أكدت السفارة الإيطالية في ليبيا تفعيل غرفة عمليات جديدة لمكافحة الجريمة العابرة للدول بروما بين الحكومتين الليبية والإيطالية. السفارة عبر حسابها على تويتر ذكرت أن الغرفة المتخصصة في مكافحة تهريب البشر والإرهاب ستؤدي إلى تعزيز التعاون على مستوى القضاء والشرطة وتبادل المعلومات بين الحكومتين. إلى ذلك، أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس ترحيله لما يقارب 345 مهاجرا مغربيا إلى بلادهم. الجهاز وعبر صفحته على فيسبوك ذكر أن ترحيل المهاجرين تم ليلة الجمعة على دفعتين عبر مطار معتيقة الدولية إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب، وذلك من خلال برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين. النشرة مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. بعد نجاح نسخته الأولى إقامة الدورة الثانية من فعاليات نادي القراءة والكتابة الإبداعية بكلية الفنون جامعة طرابلس.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد مصدر من مركز بنغازي الطبي دفن أكثر من 36 جثة مجهولة الهوية اليوم كانت بثلاجة حفظ الموتى بالمركز. وبين المصدر في اتصال مع النبا أن الهلال الأحمر بالمدينة هو من أشرف على عملية الدفن بمقبرة الهواري، مشيرا إلى أن الجثامين بينها أشلاء لم يعرف أصحابها. هذا وكانت إدارة مركز بنغازي الطبي ناشدت عدة مرات وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة وضع حلول لتكدس الجثث بثلاجة حفظ الموتى منذ أشهر بالمستشفى. أوضحت السفارة التركية بطرابلس أن المعلومات الأولية بشأن السفينة المضبوطة في اليونان لم تكن خارجة إلى ليبيا، بل كانت بطريقها إلى إثيوبيا بعد حصولها على الموافقة اللازمة لتصدير حمولتها من الدولة التركية قبل مغادرتها. وأبدت السفارة في بيان لها استغرابها من قيام بعض الجهات بليبيا بنقل معلومات غير حقيقية، وأن تركيا لا تزال بمرحلة البحث والتحري. وأكدت السفارة أنها على تواصل مستمر مع الحكومة المقترحة لموافاتها بالمعلومات وإرسالها أيضا للأمم المتحدة بعد وصولها بشكل مفصل من السلطات اليونانية. وكانت السلطات اليونانية قد ضبطت في 7 يناير سفينة ترفع علم تنزانيا تحتوي على مواد تستخدم في صنع المتفجرات، قالت إنها متجهة من تركيا إلى ليبيا. طالبت شركة البريغا لتسويق النفط وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة المقترحة بسرعة التدخل لتأمين الطريق للمنطقة الجنوبية ليتسنى إمدادها باحتياجاتها من المحروقات. وعزت الشركة في بيان لها الخميس عدم توفر المنتجات النفطية بمناطق الجنوب والجفرة إلى الحالة الأمنية السيئة وما يتعرض له السائقون من تهديد وسرقة لشاحناتهم، مؤكدة توفر جميع أنواع المحروقات داخل مستودعاتها. بعد عودة الهدوء في منطقة أبو كماش بشكل كامل وعودة الوحدات العسكرية بزوارة إلى مقراتها، تظل مسؤولية تأمين مدينة زوارة وصولا إلى رأس جدير مسؤولية الحكومة المقترحة التي لا تزال تقوم بسلسلة زيارات أفضت بعضها إلى تكليفات لبعض الوحدات العسكرية بتأمين هذه المنطقة. استقرار تام تشهده منطقة أبو كماش بمدينة زوارة بعدما شهدته من اشتباكات لم تتجاوز اليوم الواحد. تأكيد الاستقرار عززته عودة القوات العسكرية بزوارة إلى ثكنتها العسكرية بعد أن كانت متمركزة في منطقة أبو كماش غرب المدينة. اجتماعات فتوافقات مكنت من استتباب الأمن في المنطقة ككل وأعادت إليها نسق الحياة الاعتيادية، خاصة وأن الطريق يعد شريانا حيويا في ظل ربطه بين مختلف المناطق الغربية وصولا إلى معبر رأس جدير. ومع تشكيل وحدات تتكفل بحماية المنطقة بات الطريق عبرها آمنا. الاجتماعات تلتها زيارة آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي إلى كل من زوارة ومعبر رأس جدير. اتفق خلالها على تكليف قوة من الشرطة العسكرية والأمن المركزي لحماية المعبر إلى حين إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية العاملة فيه. بوابة الأمن العام بدورها خضعت للتأمين وكلفت مديرية المنفذ بالإشراف عليها إلى حين وضع خطة عمل من قبل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة. كل ذلك سبقه اجتماع لبلديات الساحل أفضى إلى اتفاق ينص على تشكيل غرفة تعمل على تأمين الطريق الساحلي من زوارة وحتى رأس جدير عبر إقامة بوابات تخضع لداخلية المقترحة. في جامعة طرابلس أقيمت في كلية الفنون والأعلام فعاليات نادي القراءة والكتابة الإبداعية بحضور عميد الكلية وعدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. لنتابع. بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من فعاليات نادي القراءة والكتابة الإبداعية
بكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس انطلقت النسخة الثانية لفعاليات النادي بمشاركات متنوعة للطلبة. فكرة النادي بدأت في أروقة كلية الفنون، وتنادى لها أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالكلية على أمل رفع منسوب الوعي العام بأهمية القراءة والكتابة في المجتمع. بالنسبة للنادي الإبداعي والكتابة الإبداعية، هذه كانت فكرة قسم الفنون المرية وبالأخص أنا والدكتورة إيمان الحميدي، فحبينا نعطوا فرصة للطلاب أن يكتبوا على يعني على الخواطر وعلى القصص وعلى الأفلام من إنتاج الأفلام القصيرة. قسم الفنون المرئية بالكلية الذي راعت تلك الفعالية حرص على تنظيمها لتظهر بالشكل اللائق، إذ لم تقتصر المشاركة هذا العام على طلبة الكلية فحسب، بل شهدت هذه النسخة حضورا واسعا من طلبة كليات الجامعة. الطلبة كانوا على موعد مع مسابقة الإلقاء الشعري والخاطرة والقصة وملخصات الكتب والعروض المرئية محاكاة للنصوص والصور والرسومات المتعلقة بكتابة السيناريوهات. فجاءت بالكم الهائل من الإبداعات الطلابية، سواء كان في مجال القصة أو الرواية أو مراجعة الكتب أو تلخيصها أو حتى الأعمال الإبداعية من خلال السيناريوهات، من خلال الأعمال الدرامية التي تقدم بحكم تخصص هذا القسم اللي هو قسم الفنون المرئية. هذه الإبداعات الجميلة التي أتحفنا بها قسم الفنون المرئية كانت هي السبب الرئيسي لإشهار نادي القراءة والكتابة الإبداعية. بادرة بدأت تنمو بشكل تدريجي بكلية الفنون، وتفرعت أغصانها إلى الكليات الأخرى، ويهدف القائمون من خلالها إلى ترسيخ أهمية القراءة لدى الطلبة وتنمية المواهب الأدبية والفنون الإبداعية باختلافها، وتجميع الطاقات الشبابية وتوجيهها ليكون رافدا ثقافيا تزخر به البلاد. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا أبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ الروسي ينفي تخطيط بلادي لإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا. المفوضية العليا للانتخابات تؤكد أن مؤشر تسجيل الناخبين حقق رقما قياسيا بارتفاعه لأكثر من 2 مليون ناخب. الإعلان عن إنشاء غرفة عمليات إيطالية ليبية جديدة لمكافحة تهريب البشر وما يوصف بالإرهاب. كما تابعتم أيضا بعد نجاح نسخته الأولى إقامة الدورة الثانية من فعاليات نادي القراءة والكتابة الإبداعية بكلية الفنون والأعلام بجامعة طرابلس. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.